تفضل كمل. إن القيمة المطلقة لـ A sub n converges لـ A، للقيمة المطلقة لـ A. تمام. هسا أنا في لعب في triangle inequality صح؟ أغلب الظن. بس في شغلة ما استوعبتهاش في الإثبات، إنه هسا بدك تجرب تثبتها ولا أقول لك الشغل اللي أنا مدقل عندها؟ نجرب نثبتها. ماشي. عشان أول شيء نحكي تعريف الليمت ل اللي هي الليمت اللي معنا اللي هي معنا انه عندنا تمام. for all epsilon greater than zero there exists n zero belongs to naturals okay بحيث انه n اكبر او يساوي n zero implies absolute value of a n minus a is less than epsilon. تمام صحيح. هاي طلعت اسهل ما توقعت، بس هي بدها triangle inequality من نوعية خاصة. أسفل. أيوة. absolute value of a n minus absolute value of a is less than or equal to absolute value of a n minus a is less than. أيوة. هذه كيف؟ هذه ليش؟ أنا هاي صراحة في تعتبر إنه الدكتورة موضحت في triangle inequality. لا. خلينا نحكيهم. هسا عندك two triangle inequalities كثير مهمات. عندك هاي. absolute value of x زائد y تمام أقل أو يساوي absolute value of x plus absolute value of y تمام. نثبت صحيح. هسه إثبات هذا كالآتي: x أكبر أو يساوي هاي بروف تبعها أكبر أو يساوي سالب مطلق x أقل أو يساوي مطلق x. مقتنع بهاي الشغلة؟ y أكبر من سالب مطلق y أقل أو يساوي مطلق y. طبعا هاي الشغلة أكيد كمان تتلو من خواص القيم المطلقة، يعني من تعريف القيم المطلقة. بعد هيك اجمع يعني كل جهة مع x لواي يصير عندك x زائد y أكبر أو يساوي خذ سالب عامل مشترك من هاي الجهة يصير سالب absolute value of x زائد absolute value of y هون أقل أو يساوي absolute value of x زائد absolute value of y. حلو. هاي بتذكرها هاي نفسها absolute value of x زائد y أقل أو يساوي absolute value of x زائد absolute value of y. هاي من وين جاي؟ جاي من الخاصية الآتية، إنه إذا عندك absolute value of m أقل أو يساوي n فمعناته m أكبر أو يساوي سالب n أقل أو يساوي n. هاي الخاصية تتذكرها صح؟ صحيح. هاي كمان يعني إلها إثبات، هاي إلها إثبات يعني لو بدنا نثبتها اسيوم انه راح تكون كالاتي: اسيوم absolute value of m اقل او يساوي n بعدها نوصل للاتجاه الثاني. تمام تمام هسه هاي نقسمها لحالات، انه مثلا احكي اذا m اكبر من صفر تمام هاي المطلق المطلق ايش راح تصير تساوي؟ راح تصير تساوي m العادية أقل أو يساوي n. أضرب الجهتين بسالب كان عندك بعكس سالب ال n أقل أو يساوي سالب m. تمام حلو. السالب m هاي نفسها إيش؟ هاي أنا ناسي إنها كيف تنثبت، بس برضو فكرة يعني فرصة حلوة. ما عليك بس أنا هذيك اللي فوق اللي كانت النص اللي هي مطلق a n هذه أو واحدة فوق. هذه كيف إجت؟ عشان نثبتها. هسا هاي تثبتها كالآتي اللي هي خلينا نكتبها إنها إيش هي أول: absolute value of x absolute value of y أقل أو يساوي absolute value of x ناقص y. هسا هاي تنثبت من triangle inequality اللي فوق اللي أثبتناها أول واحدة. هاي نستخدم هاي تمام حلو. بلش اول شيء absolute value of x هاي بروف absolute value of x يساوي absolute value of x ناقص y زائد y صح. حط قوس على هاي يصير اقل او يساوي absolute value of x ناقص y هذا عن triangle inequality تبعت قبل شويه وتطرح y absolute value of x ناقص absolute value of y. ايوه كيف هسه برايك راح نكمل؟ طريقه مش تاخذ قيمه مطلقه لاثنين لا هذيك ايش بسموها للواي هسه هاي المره
طريقة مشابهة لـ y. يصير اسل value of y يساوي اسل value of ايش؟ شو رأيك؟ y ناقص 6 اس صح؟ صح 100% زائد x. هاي اقل يساوي اسل value، هسه هي y ناقص x راح احطها، بس لانه قيمة مطلقة بدي احطها x ناقص y. بتحطها نفس الشيء، الترتيب بيختلف ايش؟ 100% لانها قيمة مطلقة. هسه هون زائد اسل value of x. هسه هون اطرح اطرح هاي من اطرح اكس واطرح هاي من جهتين، بصير عندك سالب ابسل فاليو اوف اكس ناقص واي اقل او يساوي ابسل فاليو اوف اكس ناقص ابسل فاليو اوف واي. تمام، ايوه باخذها على القصير اللي في الثاني اللي كنا نحكي عنها، ابسل فاليو اوف اكس ناقص ابسل فاليو اوف واي، ادمج الاثنين مع بعض بصير اقل او يساوي القيمه اكبر او يساوي عفوا القيمه. نروح نشوف هسا إثبات هاي من الكتاب. هو مفيد إنه راح يفكر بإثباتها، بس بدناش يعني إنه نستهلك وقت. هذا مش خلاف. هذا الموضوع القيم المطلقة. بس أنا شوي على لا هاي ضبط. وينها؟ هاي هون. راح يثبت هذول الخصائص، انه اسهل بلد بي انها الاسهل بلد تتوزع الضرب، راح يثبت انه هاي نفس الاي تربيع وزي هيك. احنا اللي بدنا اياها بدنا الفرع سي احنا. خلينا نشوف البقيه مو مشكله. هسه بحكي لك الفرع اللي انها بتوزع الضرب بالقيم المطلقه، بحكي لك اذا اي او بي صفر فالجهتين صفر وصحيحه. بحكي لك يوجد اربع حالات انك تشوفهم. شوف اول حاله منهم انه يكون الاثنين بوزيتيف العددين اي اكبر صفر بي اكبر صفر، هاي سهله انه ضربهم بوزيتيف بصير يعني القيمه المطلقه صفر. برضه نفس الشيء هسه حاله البوزيتيف والنيجاتيف، اذا اي اكبر من صفر بي اقل من صفر معناته ضربهم اقل من صفر لانه سالب ضرب موجب. كان عندك الاسهم الاي بي، اي بي سالب بصير السالب اي بي لانه عشان يصير موجب. صح، هاي نفسها ايش؟ اي ضرب السالب بي اللي هي ايش؟ الاي موجبه فبحط سالب بي شيء موجب بحط على يعني هو قيمه المطلقه بصير سالب. هسه الحالات اللي ضلوا متشابهات اللي هم حالتين يكونوا أيوه. يعني نفس الوقت، والحاله الثانيه مشابهه جدا لهاي تبعت انه واحد بوزيتيف. هسه الثانيه انه اسل فاليو سكوير للاي تساوي اي سكوير فور اول اي من فور، برضه نفس اللي فوق بس الفرق اني بصير اي ضرب اي 100%. لا استنى، هاي فيها اختلاف بسيط انه هاي راح تعتمد على شو يسموها على انه التربيع دائما موجب او يساوي صفر. حلو، فبيصير انه يعني اي تربيع يساوي هو دائما موجب بس القيمة المطلقة تاعته موجب. بعديها زي ما انت حكيت تستخدم الخاصية الفوقانية. ايوه فهمت عليك. وبعد هيك هسه اللي انا بدنا اياها احنا انه اسهل فاليو باي اقل يساوي شيء، انها راح تصير اف اند اونلي اف اي اكبر يساوي سالب سي اقل يساوي شيء. حتى هون عندك اذا اسهل فاليو باي اقل يساوي شيء then we have both اي اقل يساوي شيء وسالب اي اقل يساوي شيء. واي حكي لنا انا كاتب تفسيرها هون، السبب انه الاي اقل يساوي مطلق اي والسالب اي اقل يساوي مطلق اي اللي هو اقل من السي، اللي هو اقل يساوي شيء وسالب اي اقل يساوي شيء. طبعا هاي حلوه الاشياء زي هيك واي عشان يخليك تفكر، يعني قضية العلم تفكير مش انه كل اشي على الجاهز مكتوب. هسه احكي لك وش از ايكوفالنت تو، خلصت اثبتها اي اكبر يساوي سالب سي اقل يساوي سي. يعني هون عندك من وينها؟ من هاي الاولانيه اي اقل يساوي سي هي جزء، الثانيه اضربها بسالب الجهتين بتصير اي اكبر يساوي سالب سي. واضح كثير. هسه العكس افرض انه اي اكبر يساوي سالب سي اقل يساوي سي، بدك توصل للمطلق. هسه احكي لك then we have اي اقل يساوي سي وسالب اي اقل يساوي سي. اسال واي كمان مره انه ليش؟ لانه هون خد انت الجزئيه 3 سالب سي اكبر يساوي إيه. يعني هون وينها؟ هاي هون سالب سي اقل يساوي اي قصدي فيها. شايف انا متبع معك. لخبط في كتابتها انا. هاي اقل يساوي هاي اللي عندك اياها مكتوبه هون جوا الكونفرشن. شفت اضربها سالب الجهتين راح تصير سي اكبر يساوي سالب زي ما هو كاتب هون. نكمل هسه. فهون عندنا سو ذات اسل فاليو اي اقل يساوي سي.
ايوه اه فهمت. أنا كيف هو عملها؟ عملها يعني إيش يسموها؟ من إنه إذا الـ A بوزيتيف، يعني إذا الـ A موجبة راح تكون هي تساوي مطلق A. إذا A موجبة بتصير على الأولى هاي اللي هون، على هاي. ايوه أما اللي فوق. إذا A سالبة بتصير على هاي، إنه المطلق A أخذ يساوي شيء. إذا الـ A سالبة، فهمتها كيف؟ هذول هاي أنا كاتبها هون كمان، هذول هم خلص. هسا هاي الثانية شو أثبت لك إياها، أثبتها أنا، وهاي كمان أثبتها أنا. هسا في عندك تبع ايوه الطرح، هاي برضو تثبت من الأصلية، بس حلو. اه صح. تدير بالك من نقطة كثير مهمة. ايش هي؟ إحساسك إيش بحكي لك؟ العلاقة بين أسل فاليو بـ A ناقص بي وأسل فاليو بـ A زائد بي، إحساسك إيش بحكي لك؟ انه زائد اكبر. راح احكي لك انه اوعك تتبع احساسك الا اذا عندك اثبات، حلوة. لانه هاي الرياضيات زي هيك انت اشتغل، هي بيجي تكون بالعلوم بشكل عام، بس يعني احنا راح نحكي عن تخصصنا الرياضيات، انه ما انت هو هسه ما تتبعش حسك الا يكون عندك دليل قاطع. ما انا فاهم عليك، هسه اذا كانت A اكبر من B تمام فبدي يكون الجمع اكبر. صحيح. اذا استنى، طب اذا كانت A تساوي B بده يطلع متساوي، لا تساوي B برضه الجمع اكبر. هسه هاي ليش احكي لك انه تتبعش حسك؟ عشان ما يصيرش معك زي ما صار معي. انا تقريبا شهر 3 او شهر 4 2021 ايش عملت؟ فكرتها زي هيك انا، يعني الحس تبعي حكى لي، شعوري هيك حكى لي انها زي هيك صح. لكن بعد سنه واربع اشهر اللي هو يعني شهر 8 2022 لاحظت انها غلط. تاكد لاحظت انها غلط، كنت اعمل محاضره تحليل حقيقي، فانا بحضر للمحاضره، جيت اثبتها، عرفت انها غلط بس جيت اثبتها. عشان فعليا انت لازم يعني اذا خطر لك فكره تحاول تثبتها، تثبت انها صح، او تحاول انك تبين انها غلط. يعني لازم تتحقق، يعني في اشياء بتكون يعني خادعه زي هاي، يعني الواحد بيفكر انه زي هيك الصح، بس هاي لا، هاي خادعه. يعني خد عندك مثلا A تساوي 5 و B تساوي سالب 3، بس بدي احكي لك انه البي تكون سالبة بصير فيها مشاكل. تصير هاي 8، اه بصير هاي 8، هذيك بتصير 3. هذيك 2 يا ربي، 2. اسف. اه 2. شايف كيف؟ ايوه لازم شرطها هذه تكون صحيحة، انه البي اكبر من صفر، هي اكبر بتكون او مرة تساوي صريحة، صفر. هي بتكون صحيحة إذا الاثنين لهم نفس الإشارة، حلو. بس إذا مختلف الإشارة لا، بتصير راح تكون أكبر أو يساوي اه بتعكسني. وزيك الوضع. ماشي. هسا وإيش كمان عندك استفسارات؟ دقيقة، هي مش أسئلة كبيرة، بس هي تكون شغلات احنا ما انتبهناش عليها في المحاضرات، بتعكمن على الواحد في فهمه. طيب في السؤال هذا، في سؤال أنا بدي أتأكد إنه حلي له صحيح ولا خاطئ، اللي هو إذا كانت A sub N السيكونس A sub N أكبر من صفر. أكتب معك. أكتب إذا F A N أكبر من صفر، أكبر من صفر، وكانت الليمت ل A sub N زائد واحد على A sub N، استنى شوي زي هيك، يعني A N زائد واحد على ال N A زائد واحد، لا إيه ال N زائد واحد مش للكل. فهمت عليك، هاي تبعت الراشيو يعني، ايوه A N زائد واحد على A N approaches R R اللي هي اقل من واحد، فبيكون فالليمت ليمت A N فالليمت. اه هسه انا في لغط عندي في الفورمولا، بدي اتاكد انه اللي انا كاتبه صح ولا خطا، فلو بنثبته ببين معي. مش هاي دكتور اثبتتها؟ طيب اثبتت، بس انا مش كاتب وما عنديش اللي كاتبته، ودورت من الطلاب ما حدش كان كاتب. انا كاتب، كان سالتني هسه راح عن بالي بصراحه، بس على النقاش احسن. هسه بنثبتها مع بعض. فعليا انا راح افتح اثباتها لانه اني مش حافظه. لا عادي عادي، اثباتها اصلا صعب ينحفظ، هو بس نحاول نفهمه بنصير بصير اسهل. بشير انه هو اصلا مش راح نحفظه، راح نفهمه.
استوى. هاي لعبها هسه عندك. ايش نحكي؟ الدكتورة حطيتها مع أكثر، حطيتها أكثر مع أكثر من نظرية. حطيتها مع تبعت الأفل فاليو اللي أنت حكيت عنها، وحطيتها مع ال هن مع بعض والجذر انه الجذر، وتبعت هاي الأحسن أنت حكيت لي إياها، تبعت الأقل من واحد. نبلش هسا بتحكي لك let a بروف، خلينا نقول بروف let sequence a n be a sequence of real numbers. طبعا انت بدك تدير بالك وانت تكتب الاثباتات مع الدكتوره ايمان، يعني هي بتحب يكون الاثبات مكتوب يعني بدقه كثير عاليه، صح. وتفسير كل خطوه مهم. انتبهت على الحكي هذا في الكويز. ايش نحكي كمان؟ such that، يعني دائما هيك بلش بفرض المعطيات اللي عندك اياها، اي خطوه استنتاجيه بتعملها فسرها انها ليش يعني سويتها. خلاف ذلك راح يعني ايش ما تحط لك غلط، يعني لازم تفصل لها كل شيء. هسا عندنا هاي كتبنا معطيات المعنى، هسا نكمل اسيوم. هسا المعطيات اللي زياده اللي لسه ما فرضناها احنا، تبعت الليمت اي ان زائد واحد ان بتروح لشيء اقل من واحد. اسيوم also that ال يساوي limit a n plus 1 على a n بتروح ل او اقل من واحد. خليني اسميها ال. تمام، موجودة بالكتاب هي على فكرة كمان، بس برضو انا حابة اتناقش في الموضوع. انا شايف الاثبات وهو قدام، بس انا بدي اتناقش فيه. هيك جميل الوضع. هسا عندنا then for all epsilon greater than zero، بلاش نكتب هسا تعريف الليمت. there exists in zero belongs to naturals، بحيث انه ال actual value لل a n زائد واحد على a n ناقص l اقل من epsilon. for all n اكبر يساوي n zero. فعليا كلها خطوات لحد هسا يعني الاشي كتابي، يعني انه عملنا نحكي المعطيات وانه شو معناها كتعريف، صح. فقصدي انه يعني فعليا انه هسه بس نفهم راح نصير نقدر نحله بنفسنا. هسه هون تيك ار ينتمي للاوبن 01 بحيث انه ار اكبر من ال اقل من واحد. اند حلو لت ايبسيلون يساوي R ناقص L أكبر من صفر. هي أكبر من صفر أكيد لأنه R أكبر من L، صحيح. بس هنا في نقطة لازم نوضحها إحنا، إنه ليش إحنا قدرنا نلاقي R، قصدي صح، إنه ليش قدرنا نلاقي R. ليش؟ أنا سؤال، لأنه ال L أقل من واحد، أقل من واحد تماماً ال L، فممكن يكون في عدد بينهم، فبتلاقي عدد بينهم. فهمت. لو كانت اقل او يساوي مو بزبط، صح؟ لو الاقل يساوي واحد ما بكون تقدرش، لانه ممكن، لانه ممكن ال تساوي واحد فيش عدد بينهم 100%. فهمت، حلو. وكيف كمان انه يعني تفسرها اكثر من هيك، او يعني خلينا نحكي، أو هي عرفت لك تفسير جيد لها. ذكر مرة، مش عارف إذا أنت حضرت محاضرة نمبر 3 عملناهم مرة، كان بيحكي إنه شو معنى هاي ال أقل من واحد، إنه يوجد ال زائد إشي معين سميه ام مثلا يساوي واحد. مظبوط، طبعا ام أكبر من صفر، تمام. ال زائد ام يساوي واحد، إيش أنت أعمل عشان تلاقي ار؟ خد ار على سبيل المثال، يعني كتبيين إنه يوجد، يعني يوجد راح يكون عدد يعني بين ال ال والواحد. ايش يعني؟ خد ال زائد ام على 2، هذا اقل من واحد. ايوه حلوه هاي. يعني هيك احنا
كتوضيح زيادة، يعني حلو. انه لا في ار يعني بين يعني اقل من الواحد، تماما اقل من الواحد، واكبر من ال تماما، من تعريف طبعا المتباينة، انه ال اقل من واحد، انه ال زائد ام ام اقل من صفر يساوي واحد، بس زي هيك. ايوه فهمت. اي الحمد لله نقاشيا احسن، عمالنا نستفيد. احسن من انك تقرا قراي. ايش عندنا كمان؟ فاخذت ابسيلون يساوي ار ناقص ال اكبر من صفر. طبعا هي حلو. اي واضح انها ليش اكبر من صفر، لانه الار اكبر من ال. هسه ايش عندنا كمان؟ هنس، سمعت انه الدكتور بتحب كلمه هنس انا. كثير. there exists n zero belongs to naturals بحيث انه سالب ال r ناقص l. هنا الدكتوره فكت المتباينه، يعني عوضت عوضت ابسلون. ابسلون، ايوه عوضت ابسلون وفكت المتباينه، بحيث انه a n زائد واحد على a n ناقص l اقل من ال r ناقص l. تمام، حلو. اجمع ال. الدكتوره بدها هذا الطرف اللي هون، انه يصير عندك a n زائد واحد على a n، اجمع ال على الجهتين زي ما انت حكيت، اقل من r، هيك بدها الدكتوره. صح. for all n اكبر يساوي n zero. هسه تكملة انه a n زائد واحد اقل من r ضرب a n for حلو. all n اكبر يساوي n zero. حلوين. since طلع هون كيف كل شيء بالهدف صيرو هي since a n اكبر من صفر، مش احنا ضربنا الجهتين في a n، بس احنا ما عكسنا الاشاره. ليش؟ لانه لانها موجبة. لانها موجبه، يعني انه حتى لو انه انت بتحس هيك تفصيله انها بسيطه، لا اكتبها عادي. لا بس مهمة. مهمة. حتى هي الدكتوره نفسها كتبتها، انا عم بكتب الافاده بعد الدكتوره. ايوه. هسه عندك بعد هيك امشي، عندك ده عندك، شوف اللي تحت ال a n، a n ناقص واحد. عندك ال a n اقل من r ال a n ناقص واحد. تمام؟ صح. وعندك a n ناقص واحد اقل من r a أكتن. n ناقص اثنين، الى اخره بهاي الطريقة هاي. لحد ما نوصل، حلو. فبتصير فبيصير عندك بالاخير بهالخطوات هاي كلها، خلينا يعني نمشي فيها من البداية، يعني انه مع بعض نسويهم، نصفتهم. مع اقل من بعض. r a n ناقص واحد اقل من r تربيع a n ناقص اثنين. تمام، اقل ضلك ماشي اقل لحد r قوة. هس بنحدد القوة ايش؟ القوة a و هنا a 1. خلينا نشوف النمط تبعها. n يعني ال n ناقص ايش؟ اللي هو الاس هنا. هاي n ناقص ايش؟ ناقص ال ناقص ال n ناقص واحد. n ناقص ال n ناقص واحد، هاي الواحد اللي هون. يعني حلو. r قوة صح. n ناقص واحد. دقيقة معلش، انت قلت لي انها n ناقص n ناقص واحد، ليش ما حطيتها كاملة فوق زي ما هي؟ ولاحظ النمط كيف انت عمالك تاخذ اللي هو n ناقص ايش؟ لاحظ هنا r تربيع ناقص الاس اللي تحت، هو ناقص اللي هو فانا اخذت n ناقص واحد و n ناقص اثنين، فاخذت n ناقص واحد. طيب لو فهمت. هذا الحد الاول، بس كانه هنا عندي مشكله، انا هاي زائد واحد هون وهاي راح تصير صفر. لا هي الدكتور مبلش، هو مبلش من ايه زائد واحد، اعذرني، راح تصير عادي، تصير ار في ايه اقل من ار تربيع الاي ان ناقص واحد لحد ضلك ماشي اقل من ار قوه اشي الاي واحد. بس هسه هون كيف النمط انه تضيف واحد على الشغل اللي هون، هسه هاي نفسها ان ناقص واحد ضيف لها واحد ار قوة ان راح تكون وقع حيل. حلو. الدكتورة كتبتها بشكل عام، كاتبة انه اسمها كاتبة هاي يعني هي يعني ماشية لحد اقل من ار قوة اشي اي ان زيرو، يعني جوا النوت. ايوه هي هيك كاتبة، مش وقفت عند الواحد، انا وقفت عند الواحد، بس يعني لو انه نكتب زيها ان زيرو هون، هاي نفسها ايش؟ نفسها ال ان ناقص ام ال ان ناقص ان زيرو. حلو. هون نضيف واحد بتصير ال ان ناقص ان زيرو زائد واحد 100% زي ما هي كاتبة عندنا.
تمام. معلش دقيقة، هسه احنا قلنا الان زيرو هي عبارة عن ان ناقص ان ناقص افتح قوس ان ناقص ان زيرو، صحيح؟ تمام. ايش اللي انا عدلته فخليته فوق ان ناقص ان زيرو بس؟ خلاص عرفت عرفت، انت اخذت الان زيرو اللي تحت شو ما تكون صيغتها، ان ناقص واحد ان ناقص اثنين ان ناقص ثلاث، صح؟ هي هيك الدكتور كاتب عنا اصلا. ما انا اصلا كانت مشكلتي اني اعرف الصيغه هذه بتاعت الفورمولا كيف اجت. هي الدكتوره ماشي لان جي يعني لان زيرو، انا كمان مشيت لحد الواحد فوق هاي الفوقانيه. وهيك هيك الكتاب برضو كاتب، يعني هيك الكتاب برضو كاتب ومش موضح كيف الفورمولا اجت. هو الدكتور الكتاب كاتبها لحد الواحد ولا زي الدكتور ان زيرو؟ لا لحد الان زيرو. بس هي انا شايفها كفيها هي مش صعبة، بس مش فرق، بس أحيانا في الامتحان تتوتر تعرفش طولها، فأحيانا الواحد بيكون بحاول يربطها بإشي أسهل عنده. 100%. بس بحكي لك إنه الكتاب قصدي إنه نفس المبدأ، إنك توقف عند الـ A1 ليش إنه توقف عند يعني الزيرو. فهمت فهمت، خلص فهمت كيف إجت هسه. فهمتها، إنه أنت بتطرح الإن زيرو بتزيد لها واحد، شو ما تكون الإن زيرو ما علينا. 100%. آه. عندك صراحة أنا على الفوقانية راح أشتغل، يعني بفهمني شو شغل تمام. الدكتور. لاحظ كيف أنت شايف هالفوق صحيحة؟ صحيحة ما فيها مشكلة، بتأدي نفس الشغل. أنا مش شايف، مش شايف يا مشكلة. هسا عندك R هو N ضرب A1، يعني صار عندنا كيف الدكتور أو كيف كملت؟ هسا عندنا 0 أقل من AN زائد 1 أقل من الـ R هو N ضرب A1. حلو. بعد هيك هسا عندك الار بين الزيرو والواحد، وخلصنا هيك. هاي رايحة للزيرو وهاي للزيرو، بالوسط بيروح للزيرو. طب معلش سؤال، تفضل. السكويز ثيورم مش تشترط المساواة اقل او تساوي؟ جميلة انت سؤالك، راح احكي لك انه اثباتها، اثبات السكويز ثيورم بيبين لك انه لا، انه اثباتها شغال حتى لو انه مش مساويات. هي اثبتها شغال، ما اختلفتش معك، لانه انا لما اثبتها بتطلع معك اقل اكبر من سالب ابسلون واقل من ابسلون. تمام. بغض النظر كان في مساواه ولا لا، بس هو النص حاط المساواه، طب ليش؟ اذا مش مشترطها. هو هيك يعني بيحطوا مرات يعني الاشي المألوف اكثر. او يعني الاشي اللي بيتكرر اكثر. حلو خلص يعني هسه انا تمام، انا حبيت اتاكد منها بس لانه في اسئله ما بكونش فيها مساواه، فبعرفش هل اثبتها ولا ما اثبتها بالسكويز ثيوري. بس انت سؤالك حتى انا خطر في بالي، فايش عملت؟ طلعت على اثباتها، انا لاحظت ان اثباتها لا، يعني اثباتها شغال حتى لو ما في مساواه، اللي هي اثبات تشيل المساواه. صحيح. خلينا نشوفه احنا برضه، كانه بجوز يكون بالدرس الثاني هذا. هاي لا اشتغل، طيب فكرة أعلق وينها الدرس الثاني برأيك؟ هي موجودة؟ أتوقع أنا راح هي هاي لقيتها، هاي طلع. لاحظ هون هو حكي زي ما أنت حكيت، يعني إنه حاطها إنه يعني حاط مساواة على المتباينة، لكن شوف جوا الإثبات. أول شيء كتب المعطيات إنه هاي يعني انها بتساويات تبعت الاكس ان والزد ان. كتبها. شوف انا تبعت واي ان ناقص دبليو راح تكون شغاله زي هيك. شوف هسه التحتانيه هون عندك زي هيك، حلو. ان ناقص اكون اقل من ابسلون، وخلصت. ضاحك وبيحكي. هسه شو تخيل انت انه هون، لا كمان مره هسه اضبطها، اخذ هذول كلهم. تخيل انه هون ما في المساواة هاي، تمام؟ خلينا نمشي. تمام. هاي المساواة اللي هون، هاي هيك محيناها، نمحيها هاي هون كمان. لاحظ كيف شلت المساواة. لاحظ هسه عندك، عندك ال من هدول الثلاثين، ايش عندك هون؟ زد ان ناقص دبليو اقل من اقل من ابسلون واكبر من واي ان ناقص دبليو سالب. يعني بدون نحط يعني الاكبر يساوي، حطيناها اكبر بس. صح. هاي اكبر من اللي هي وينها؟ اكبر من اكس ان ناقص دبليو بدون صحيح مساواه، اكبر من سالب ابسلون.
لاحظ كيف؟ نفس الأشياء. فتساؤلك جيد إنه لا شغالة. تمام. مشكلة الدقة لازم تكون دقيق فيها عشان تعرف. دخلني أحطها ملحوظة عندي هون حتى إنه it's also true if y n أكبر من x n أقل من زد n. سي اتس بروف، يعني شوف إثباتها شيء واضحة إنه فعليا ما فيها مشكلة. وأنه في نقاط بتحب النقد كمان، في إثبات نظري ثاني. شفت لك الجذر صحيح؟ ماشي مش حلينا. وأنا حليتها بطريقة بعرفش إذا هي صح ولا غلط، صح برضو نتناقشها منيح. AN approaches A sequence AN approaches A then إيش؟ في عندنا شرط ثاني إنه AN أكبر تساوي صفر كمان. منطقي لأنه في يعني جذر سالب، يعني بدنا السيكونس تبعت الجذر يكون معرف عشان كتبناها يكونوا موجبات اكيد. موجبات او صفر. هسا ايش نحكي؟ جذر الاي ان ابرز الجذر الاي كالعاده. خلينا نفرض معطيات بروف اسيوم او لا اللي بدك اياه. اسيوم اي ان ابرز للاي اند اي ان اكبر او صفر. هسا هون for all epsilon greater than zero تمام there exist n zero belongs to naturals بحيث انه n اكبر يساوي n zero implies ايش؟ انه في مطلق العيان ناقص اقل من سنة. بلش اسم اللي احنا بدنا نفتحها. احنا بدنا نفت ايش؟ انه جذر الـ an ناقص جذر الـ a أقل من إبسيلون. بدنا نختار طبعا الحد الفاصل تبعنا راح يكون بدنا نختاره حلو وجد يكون نفسه حتى. يعني هسه احنا بنشوف الوضع كيف بدنا نعملها. هسه هاي انا ضربتها بجذر الاي جذر الاي ان زائد جذر الاي على جذر الاي ان زائد جذر الاي داخل القيمة المطلقة. يعني كأنك بتضرب مرافق عشان تستعملها الجذور تشيلها تصير مربعات صحيحة. تمام يعني هيك عملت انت عارف الـ value of a ناقص a أقل من على جذر الـ AN زائد جذر الـ AN. تمام هيك؟ إيش بدنا نعمل كمان؟ هسا أنا كملت، معلش بدي أعطيك إكمالي وشوف إذا هو صح ولا لأ. تفضل. قلت لك إنه هاي أقل من القيمة المطلقة نفسها اللي هو AN ناقص A على جذر الـ A. تمام. وقلت انه هاي اقل من ابسلون على جذر الاي صحيح؟ اقل من ابسلون على جذر الاي صحيح صح؟ اتوقع صحيحة. طيب هسا بما انه الاي ان اكبر من الصفر دائما انت تعمل هون هاي ابسلون هات بس بدي اثبت له انه جذر الاي موجبه. خذ جذر الاي ابسلون هون بتصير صحيحة بس بدي اثبت له انه جذر الاي موجبة. لا ما هو جذر من الديفينيشن تبعه موجب، ما بينفعش انك تحكي انه موجب ولا مش موجب. ليش؟ معلش من الديفينيشن كيف؟ باي ديفينيشن هسه بفرجيك. هسه هذا الكتاب بتميز انه بشرح الريل نمبرز يعني من الصفر. نوعا ما من الصفر بشرحهم. هسه بفرجيك. لا احنا فهمت شو قصدك. تعريف الجذر. تعريف الجذر انه يكون موجب. انا فكرت تحكي عن تعريف الكونفيرجنس. وينو اتوقع يكون في مكان ما. هاي هيك طلع بيثبت لك اشياء عجيبه زي انه واحد اكبر من صفر مثلا بيثبت لك اياها. شفت اثباته. حلو. كنت متوقع انت انه يكون واحد انه اكبر من صفر بدها اثبات في الرياضيات ولا بدها و هاي الجذر من هو مش حاكي هون انها اقل من صفر.
اتذكر انه شفتها في مكان ما، شكلها هاي هو مثبت انه التربيع، هو مثبت انه التربيع اكبر، التربيع هو مثبت انه اكبر من صفر، تمام؟ طلع هون ايش بحكي لك، اف اي اكبر من صفر and b اكبر من صفر، then جذر a اكبر من صفر and جذر b اكبر من صفر. حلو. فبس خليني اضبط هون في شغله ناقصه، وانا because هسه because a يساوي جذر ال a عليها تربيع and b يساوي جذر b عليها تربيع، وهي انا مفسرها كمان انه b اكبر من صفر if and only if b تربيع اكبر من صفر. صح. if and only if ال b اكبر، ليش انكتبها مرتين زي هيك؟ ايش في طيب هون تحت؟ a يساوي b، if and only if a تربيع يساوي b تربيع، if and only if جذر a يساوي b يساوي b تربيع اقصى b جذر a اقصى جذر b. غريب الشغل هون، مش كثير تمام حاسه اللي انا كاتبه قصدي. طيب هون هو كيف بفسرها؟ طيب هو هون بيحكي لك انه طيب خلينا نمحي هاي البيكوز لأنها خربت الدنيا، ولا بده يمسحها، علق الجهاز. اعمل له ريفرش، لا اي غلط، بس اعمل له ريفرش. اسمع الصوت، مسموع مسموع سامعك. ان شاء الله يبقى يشتغل هذا، بيعمل مشكلة عاد. لا ان شاء الله بيشتغل. هاي اشتغل، بدنا نمحي هسا زي ما حكيت لك البيكوز هاي، لانها هذا مرة بده يشتغل، بعدين بنمحيها هاي الحالة. بعدين نمحيها. هو هون كيف عمل انه يكون جذر لانه اقل من صفر؟ ايش كثير مشكلة اذا جذر ال a اقل من صفر. التربيع بصير أقل من صفر، وما فيش مربع أقل من صفر. هو بيكون مثبتها في وقت سابق يعني؟ هاي أتذكر أنا فرجت هسه، هاي طلع مش مثبت، هو مش مثبت تبعت الجذر قبل يعني، من لما بلش يشرح الإشارة الموجب والسالب والعلاقات هاي البينات، مو شايفه إنه عرض الجذر راح يكون موجب، كأنه باي ديفينيشن. أنا فاهم عليك، الجذر دائما لازم يكون مداخل والموجب، وهو نفسه يعني لازم يكون موجب. يعني هي باي ديفينيشن، مش إنه لها إثبات. فيعني إثباتي صحيح صح؟ ما أعرفش الدكتورة كيف نزلته بصراحة، بس يعني إذا نفسه أو لا، بس إثباتي صحيح اللي اللي وريتك إياه. بس أنت في هنا أسبح لك نصيحة، أو يعني شغلة يمكن تخليه يصير أدق، هو ما في دول عليه غلط، مش سامع. بحكي انه هسه رح نرجع نشوفه، بس هي خلص يعني باي ديفينيشن نحكي عنها احنا. ايوه تمام، نرجع هسه محل ما كنا. هسه هون عندك انت ال، بس وين نروح؟ مش ايه ان مش ايه ان بتروح لل A، معناته اف الفاليو اوف ايه ان، معناته ايه ان باوندد صح؟ صح، معناته اف الفاليو اوف ايه ان اقل او يساوي مثلا ام، احكي مثلا صحيح، وحط جذر على الجهتين، ما هو جذر انكريزنج فانكشن، فبيحافظ على الاشاره المتباينه والعددين موجبات. حلو، يصير جذر ال ايه ان، وال ايه ان اكبر يساوي صفر اصلا يعني، صح، اقل او يساوي جذر ال ام مثلا هيك، فباوندد تمام.
فانت خطواتك صح 100%، انه انت عندك هذا عدد موجب، فانت صغرت المقام، ف يعني صار الكسر اكبر، فصح شغلك. بعدها انت تمام الفوق اللي حاطها انت جذر ايبسيلون، فخلص امورك تمام. بإذن الله. طيب معلش أشوف إذا في شيء ثاني. سؤال هذا في الكتاب كان إثبات ليميت. إنه أعطيك يا السؤال ولا؟ إنه بين قوسين واحد زائد واحد على إن كله. استنى شوي بس، كمان مرة من البداية. بين قوسين واحد زائد واحد على إن، واحد زائد واحد على إن، الكل قوة إن، الليمت تاعه هذا إي. هذا محلول في الكتاب. هذا معلش في شيء له حل ثاني؟ خلينا نشوف حل الكتاب. اتاكد ذاك، اتذكر انه الحل في الكتاب هو الحل يعني بالعاده موجود له. بس في شغلات بدي احكي لك اياها، بدون ممارسه ما بتعرف ما بتعرف تحلها. هسه هو احنا بنتعلم، يعني بقصد انه يعني مو مطلوب انه يكون كل فكره تخطر في بالنا، صح؟ فاهمني كيف؟ يعني انه انت ما هاش مشكله انه يعني لو انه حله ما مش هيك القصد، مش هيك قصدي انا والله، بس الفكره انه اول الحل انا انه فرط المتسلسله ونقصها وشال منها واحد على ان وما انشرحتش. انا بحب الشرح السمائي الوجاهي احسن. على الكتاب ما حسيته غريب. هاي اثباتها كثير رائع. ايوه انت فتح هو رائع، انا ما قلت شيء، بس اول وحسيته غريب لاني مش متعود على هيك شغلات. صح، ذكرت فيها لها اثبات ثاني. كيف بيكون اثباتها؟ هو طبعا اثباتها الثاني اللي حكيت عنه بيتطلب انه انت تكون تعتبر انه الاي هي تساوي السيريز. تعرف السيريز تبعتها صح؟ اللي هي اللهم صل على النبي، اللي هي ال n على n فاكتوريال، صح؟ هسه نكتبها. لا انا وحده بدي انا من هون. هذا الطريقة انا ما بدي اياها، بدي هاي اللي هون. هسه بوريك ايش نعمل. بدي هاي مكتوبه هون مع السيريز. هسه بوريك. طبعا انت زي ما حكيت لك تكون معترف انه السيريز صحيحه، يعني اذا السيريز انت معترف انها صحيحه هون بيشتغل الاثبات اللي حكيت عنه، انه a قوه x ايش يساوي؟ يساوي summation x قوه n على n factorial، او خليها k بحيث انه ما نخلصش مع ال n اللي تحت، من k يساوي 0 ل infinity، اللي هي نفسها ايش؟ 1 زائد ايش؟ اللي هو عوض صفر، راح يصير 1 على 0 factorial 1، بعديها 1 على 1 factorial في اكس عندك كمان، يعني هون 1 زائد اكس. هذا مكتوب مباشر بدون يعني نعوض القيم. 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد اكس تكعيب على 3 فاكتوريال الى اخره، صح؟ هاي عوض فيها 1 اي قوه 1 اللي هو بدنا اياه احنا، يساوي 1 زائد 1 زائد نص زائد 1 على 3 فاكتوريال زائد الى اخره. هسه هاي هون ايش انت بدك تعمل؟ بسط المقدار هون شوية بالحركة اللي انت عملك اياها هسه، اللي هو اي ان هاي انا شغال عليها، تمام؟ واحد زائد واحد ان مع ان تفتطر يصير واحد زائد واحد زائد هون. خذ عندك ايش نحكي، خذ عندك ان عامل مشترك من هاي وان عامل مشترك من القوس، بصير عندك ان تربيع على ان تربيع ضرب الواحد ناقص واحد على ان ضرب كمان واحد على اثنين على اثنين فاكتوريال، تمام؟ زائد هسه هاي خد ان من القوس على المشترك والان من القوس على المشترك الثاني، ايش بيصير عندك؟
تعبك انت كعيب على انت كعيب، انت كعيب هاي اللي هون يعني ضرب الواحد ناقص واحد على ان، هون الواحد ناقص اثنين على ان على 3 فاكتوريال والى اخره بهالشكل هذا. تمام. خد ان خلي ان تروح للانفينيتي، هذا واحد وهذا واحد، هذا صفر صفر صفر، ايش عمال يضل؟ نفس الاشياء اللي فوق. عمال السيريز بسيط ظل اللي هي الاي قوه واحد. بيصير هذا اللي فوق. فهمت كيف طريقه الاثبات هاي؟ ايوه. فهمتها. عشان نرجع على الشغل اللي عندنا اياه هون بحيث نشوف الاثبات هذا هون. بس اول شيء شوف انه هو هون وين وصل، كتبها زي بهذا الشكل تمام؟ فكها على البينوم، بفكها على البينوميال ثيوريم. انت نمبر ثيوري تحضرها قضيف بس صح؟ بالنمبر ثيوري انت شفت البينوميال ثيوريم؟ شفتها. هسه عندك هون عمل السيكونس هاي انه اي ان تساوي زي هيك، عمل الحركه اللي حكيت لك عنها. حلو. وكمل similarly we have عمل تبعت الـ an plus 1 كمان تساوي زي هيك تبعت الـ an plus 1 بحيلك لاحظ انه الـ an contains n plus 1 terms عددهم n plus 1 تبعت الـ an. حلو. والـ an plus 1 عددهم n plus 10 يعني طبيعي. بحيلك اكثر من هيك each term appearing an is less than or equal to the corresponding term in an plus 1 and e n plus 1 has one more positive term. يعني بيحكي لك انه يعني كل حد جوا ال e n اقل او يساوي يعني المقابل له جوا ال e n plus 1، وغير هيك انه في واحد زياده جوا ال e n plus 1. e n plus 1 جواتها في واحد زياده لانه زي ما حكينا فوق n plus 1 عددهم تحت عددهم n plus 2. فمعناته مين الاكبر؟ معناته او يعني ايش العلاقه بين ال e n و e n plus 1؟ e n اقل من e n plus 1. decreasing increasing increasing بضل ايش نثبت انها bounded كمان صح. بحكي لك therefore we have 2 اقل يساوي e1 اقل من e2 اقل الى اخره اقل من en اقل من يعني انها increasing بالاخير. بحكي لك that the terms of e are bounded above عشان يبين انها bounded above، يعني بيعملها انها increasing و bounded above معناتها conversion. بحكي لك that if b equals 1 لحد n then واحد ناقص بي على ان اقل من واحد، هاي يعني عوض فيها القيم واحد يعني هون كذا احكي لك اياها انه فعليا عوضهم انت واحد ناقص واحد على ان واحد ناقص واحد على ان والان هاي يعني ناتشورال تمام. حلو. يعني راح تكون هون دائما هذا اقل واحد ناقص بي على ان اقل من واحد. فهمت عليك. طبيعي صح مزبوط. واحد ناقص كسر موروبر 2 قوة بي ناقص واحد اقل يساوي بي فاكتوريال. هاي على الاندكشن تنتبه بحكي لك شوف تمام كانها اندكشن تنحل. شوف بحكي لك اكزامبل 1 2.4 اي بحكي لك سؤال تمام. واحد على بي فاكتوريال اقلب هاي اللي هون اقل يساوي واحد على 2 بي قوة ناقص واحد. Therefore, if n أكبر من واحد، تمام؟ Then we have e n أكبر من 2. طالما بده n أكبر من واحد عشان هون لاحظ كيف e one أكبر يساوي 2 وهو بده تكون أكبر من 2 تماماً. لاحظ ال n أكبر من واحد. هيك إذا n أكبر من واحد يصير e n أكبر من 2 أقل من واحد زائد واحد زائد نص زائد واحد 2 فاكتوريال زائد. فهمتوا كيف عملها ولا لا؟ انت تذكر الحدود تبعين الـ EN ايش فيهم؟ فيهم فاكتوريال، واحد على ايش فاكتوريال؟ فهمت. تسوي ايش بحكي لك؟ الواحد على ايش فاكتوريال اقل يساوي اقل من واحد على فهيك استبدل هو. ايوه. بس في شغله ثانيه كمان عملها لاحظتها ايش هي؟ اللي هي بعد ما استبدلش انه هذول الاقواس كلهم اقل من واحد اللي هي هاي حكاها هون قبل شوي صح عشان هيك شالهم يعني هون عمل اقل والتبعت فيها فاكتوري حط فيها تبعت واحد على اثنين قوي شيء. ايوه هسه هاي راح تروح للثلاثه يعني هذا المجموع اللي هون على يمين اي ان بيروح للثلاثه من الجيومتريك سيريز فاينايت جيومتريك سيريز. حلو. كيف هاي قانونها a زائد ar زائد لحد ar زي هيك اللي هو الحد الاول
ضرب النسبة قوة عدد الحدود ناقص واحد على النسبة ناقص واحد، اللي هي هون الحد الأول إيش؟ نص. واحد. نص. أنا بقولها عفوا نص. عفوا. بالتعويض. مزبوط. نص. نص. وهنا واحد على اثنين قوة ناقص واحد اللي هي الريشيو، الريشيو نص. عددهم ناقص واحد. أنا حلو، نقلش على ناقص نص الواحد. وعلى نص ناقص واحد. اللي هي سالب حلو. نص. سالب نص مع نص. سالب واحد. تصير واحد ناقص واحد على اثنين قوة ناقص واحد. اللي هو هذا المكتوب هون. واحد سالب نص. بحيث ويلي تيوز ذات اي ان اكبر من اثنين اقل من ثلاث. اثبت انها باوندد. السبب انه هذول اللي فيهم نص، فيهم نص هذول اقل من واحد، اللي هي اللي بيحكيها هو تحت اقل من صح. واحد، زائد واحد زائد واحد يصير ثلاثة اقل من ثلاثة. اللي هو الاي اللي احنا بنعرفه انه محصو انه فاصلة سبعة تقريبا. مظبوط. وهيك خلص الاثبات. ايوه طب معلش اعذرني، مش ممكن احله بالديفينيشن؟ اي ديفينيشن؟ ديفينيشن الكونفيرجنس تكون صعبه بس ممكن. ما هو انا عارف انها صعبه بس انا سؤالي ممكن الاقي طريقه ثانيه؟ انا ما بعرف الصراحه. هو بما انها كونفيرجنس اكيد بتعرف بيشتغل، بس احنا بنكون عارفين نطبقه. فهمت كيف؟ فهمت عليك. ممكن اجربها انا اليوم لو صرت عليها، ممكن اجربها بالديفينيشن اشوف. ايش في نقاط كمان؟ انا هيك يا سيدي اموري باذن الله 100%. الحمد لله. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. واتمنى لك التوفيق. واياكم واياكم.